القائم من لقاءات الجوهرة وليلة من ليالي الفرق المتصدرة في بطولة دوري جميل الاتحاد الباحث عن الصدارة في هذا المساء. يستضيف الفتح من كان بطلا قبل عامين في مباراة مهمة جدا تأتي بعد المشاركة الاتحادية في بطولة دوري أبطال آسيا، وتأتي في هذه الجولة 19 من بطولة دوري جميل الذي يشهد صراعا كبيرا ومثير. الكرات من أمام مرمى الفتح تمر بسلام، تمر بسلام شاكر. الكرة بتتحول الآن، لكن الكرة بتصل لعبد الفتاح، أرضية في مكان مستحيل، عدت من أمام مختار نظري. عبد الفتاح رماها عبد الفتاح، مختار انطلق حرس المرمى، خروج للعوشير، أبعده الله عليك، يا سلام للعوشير في اللقطة الماضية، خروج في المرة الأولى، أبعدها براسه وبعد ذلك بكرة خلفية، الكرة بتصل كما لو كان لاعب ليبرو في اللقطة الماضية. سلامات سلامات سلامات، نوعا ما كان فيها تهور لكن هو حس انه مختار. عبد الرحمن ريباس لمسة، الكرة عادت الآن مرة أخرى من جديد، أحمد المبارك، الفتح يبحث عن كرة مرتدة، خطفها المبارك، فيها زيادة، فيها انطلاقة، فيها جرأة، فيها تسويبة، يا رب يا أحمد. قادسية أمام الهلال، أوه أوه، الصافرة تأتي معلنة نهاية هذه المباراة بوقتها الأصلي وبوقتها بدل الضائع المحتسب بالنتيجة السلبية، بالتعادل السلبي، هكذا النتيجة.